أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أهل البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الدرس 65 من دروس شرح ملحة الإعراب في ليلتنا هذه، ليلة الثلاثاء الموافقة للرابع عشر من شهر ذي القعدة. وأخذنا في يوم أمس الكلام على ما النافية الحجازية، وأنها تعمل عمل ليس، لأنها أشبهتها في ماذا؟ أشبهتها في النفي والجمود، والجمود والاختصاص بالجمل الإسمية. وتزيد ما على بقية حروف النفي بأمر رابع، وهو زيادة الباء في خبرها، زيادة الباء في خبرها، فهي أكثر حروف النفي شبها بليس، أكثر حروف النفي شبها بليس. وإعمال ما عمل ليس خاص بلغة أهل الحجاز، وأما عند تميم فيهملونها ويجعلون ما بعدها مبتدأ وخبرا، والحجازيون لا يعملونها إلا بشروط، منها ألا يقترن خبرها بإلا، بمعنى لا ينتقض النفي، وألا يتقدم خبرها على اسمها، ومن الشروط أيضا ألا يتقدم معمول الخبر إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا، لا يتقدم معمول الخبر على الخبر، لا يقال ما طعامك زيد آكلا، لا يقال ما طعامك زيد آكلا. ما يعرف طعامك مفعول به لآكل، مفعول به للخبر، طعام معمول لآكل، فلا يقال هذا، لا يقال ما طعامك زيد آكلا، لكن لو كان ظرفا أو جارا ومجرورا جاز، فنقول ما في الدار زيد جالسا، وعندك ما عندك، ما عندك زيد جالسا، هذا يجوز إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا يجوز. لماذا؟ لأن العرب تغتفر تغتفر ماذا يا إخواني؟ في الظرف والجار والمجرور، ما لا تغتفر في غيرهما. إيش معنى تغتفر؟ تتسامح، تتسامح في الجار والمجرور ما لا تتسامح في غيرهما. واضح هذا الكلام؟ من ضمن الشروط قلنا ألا يتقدم معمول الخبر إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا فيجوز، لأنه يتوسع في الجار والمجرور والظرف ما لا يتوسع في غيرهما. إيش معنى يتوسع؟ يعني يتسامح، يتساهل، يغتفر، يغتفر. ولماذا يغتفر؟ لكثرة استعمال الجار
والمجرور يكثر استعماله يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره، ظرف الجر مجرور. ومن ضمن الشروط أيضا ألا تقترن بإن الزائدة، لا تقترن بإن الزائدة، فلا يقال ما إن زيد قائما، لا يقال هذا، ما إن زيد قائما لا يقال هذا. لماذا؟ لماذا؟ قلنا لأنه لأن كل شرط اختل، فما تكون بعيدة الشبه عن ليس. ليس لا يقترن، لا تقترن بإن، ليس لا تقترن ماذا؟ بإن الزائدة. فكذلك ما أشبهها لا يقترن بإن الزائدة. طيب، وإذا جاءت إن وجب الإهمال، فيقال ما إن زيد قائم، ما حجازية مهملة، وإن زائدة، وزيد مبتدأ وقائم خبر. وعلى هذا قول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهب، ما إن أنتم ذهب، ما نافية حجازية مهملة، وإن زائدة، وأنتم مبتدأ، وذهب خبر. ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف، والبيت من شواهد القطر، هذا البيت من شواهد القطر. هذه أربع شروط، هذه أربع شروط. من يعيدها؟ من يعيد هذه الأربعة؟ ألا يتقدم خبرها على اسمها، ألا ينتقض النفي إلا، ألا يتقدم معمول خبرها إلا إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا. طيب، ألا تقترن بإن الزائدة، أحسنت، ألا تقترن بإن الزائدة، ما إن، ما إن، ما هي إن زائدة؟ يذكر النحويون فائدة، وهي إذا جاءت إن بعد ما فهي زائدة، وإذا جاءت ما بعد إن فهي زائدة، الثانية تكون ماذا؟ زائدة. واضح؟ مثال إن بعد ما، هذا الذي سمعته، ما إن زيد قائم، ما إن أنتم ذهب، والعكس، والعكس تقول إما تقم أقم، فتكون إن شرطية، إن شرطية، وما زائد، إما تقم أقم، أصله إن تقم أقم، وقعت ما بعد إن فكانت زائدة. وإذا كانت في القرآن يقال لها صلة وتوكيد، مثل ماذا؟ فإما ترين من البشر أحدا، أصلها إن ما، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم، أصلها إن ما. طيب، إن شرطية وما صلة وتوكيد، هذه قاعدة، إذا جاءت ما بعد إن فهي
زائدة، وإذا جاءت إن بعد ما فهي زائدة، ثانية زائدة، وبعد إذا لا بس. لكن نحن الآن إن وما، أيهما وقع الثانية فهي زائدة، أيهما وقع الثانية فهي زائدة. وهذا ينفع الطالب في الإعراب، قد يقال له اعرب إما تقم أقم، ربما أعرب ما موصولة أو استفهامية أو إلى آخره مثلا، لكن لما يعرف هذه القاعدة استريح، إن شرطية وما زائدة. من يقرأ الأبيات؟ تفضل. نعم ارفع صوتك. فما فتي نعم وما التي تنفي كليس الناصبة. أحسن بارك الله فيك بارك الله فيك، والإخوة إن شاء الله يشدون أنفسهم في مراجعة الأبيات. الأبيات إذا حفظت تعتبر كنزا وعلما مدخرا، فليحافظ الطالب على جهده الذي بذله وعلى وقته الذي أنفقه في حفظ متن من المتون، في حفظ أحاديث، في حفظ قرآن، يراجع محفوظاته، فالمحفوظات غنيمة، احفظ فكل حافظ إمام، والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام. وفي حديث زيد بن أخطب الذي عند مسلم لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة من الصباح من بعد الفجر إلى الظهر، قال ثم نزل وصلى، ثم خطبهم إلى العصر، ثم نزل وصلى، ثم خطبهم إلى المغرب فأخبرهم بما كان وما يكون. قال زيد فأعلمنا أحفظنا، أعلمنا أحفظنا. وكما يقال العلم في الرأس لا في القرطاس، العلم في الرأس لا في القرطاس، العلم الحقيقي الذي ينفع صاحبه يكون محفوظا، يكون محفوظا، يستحضره في المسجد وفي السوق وفي السفر وفي الحضر وهنا وهناك. بارك الله فيكم بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النداء. باب النداء بهمزة، بالهمزة الممدودة، يقال نداء ونداء بالهمزة وبدون الهمزة، نداء ونداء، طيب بالألف بدون همزة، لغتان. قال رحمه الله: ونادي من تدعو بيا أو بأيا أو همزة أو أي وإن شئت هيا. قال الشارح رحمه الله: أي أن النداء يصلح
بكل واحد من هذه الحروف الخمسة. ويا هي أم الباب، ولهذا ينادى بها القريب والبعيد. والهمزة كأزيد في القريب، عندنا زيد منون هكذا، عندنا زيد منون وهو خطأ، هي ضمة وليست تنوينا، كأزيد. وأي للمتوسط، وأيا وهيا للبعيد، والهاء في هيا مبدلة من همزة في أيا. هذا قول، هذا قول، وقول آخر أنها أداة مستقلة، أنها أداة مستقلة، وهذا الذي يظهر والله أعلم، أنها يا أداة مستقلة وآيا أداة مستقلة. المنادى يا إخواني، المنادى بارك الله فيكم، المنادى قال النحويون بفتح الدال منادى، المنادى بفتح الدال قسم من أقسام المفعول به، قسم من أقسام المفعول به الذي حذف عامله وجوبا، الذي حذف عامله وجوبا. قلنا عندنا الإغراء تقدم معنا والتحذير، هذان قسمان من أقسام المفعول به حذف أو يحذف عاملهما وجوبا في مواضع، ومما يحذف عامله وجوبا أيضا المنادى، المنادى بفتح الدال، وأما بكسرها المنادي فهو الطالب، الطالب للإقبال. المنادى بفتح الدال هو المطلوب إقبال، والمنادي هو الطالب، الطالب لإقبال غيره. فعندنا منادي وعندنا ماذا؟ منادى. منادي اسم فاعل، ومنادى اسم مفعول، والذي يعد في المنصوبات هو المنادى فتح الدال. المنادى لغة المطلوب إقباله مطلقا، المنادى لغة المطلوب إقباله مطلقا، واصطلاحا المطلوب إقباله بيا أو إحدى أخواتها، بيا أو إحدى أخواتها. وحروف النداء، حروف النداء كثيرة، ذكر المصنف هنا خمسة، ذكر المصنف هنا خمسة أحرف. طيب، عندنا أعرف النداء كم هي يا إخواني؟ كثيرة. كم؟ كم الكثيرة هذه؟ عشر ولا عشرين؟ ها؟ ثمانية، ثمانية أحرف. ومنهم من يقول ستة، منهم من يقول ستة. طيب، ومنهم من يقول كم؟ ثمانية، وهي عندنا ياء واحدة، والهمزة ثنتان،
وأي ثلاث وأيا أربع وهيا خمس. هذه كم الآن؟ خمس. السادسة عندنا الهمزة ممدودة، الهمزة ممدودة زيدو هكذا يقال زيدو، وإذا قصرناها كيف نقول؟ أزيدو، فيكون القصر للقريب والمد ماذا؟ للبعيد، لأن طول المساحة تحتاج إلى طول صوت. هذا كم الآن؟ السادس. السابع أي ممدودة، أي ممدودة كيف نقول إذا نادينا؟ كيف نقول؟ أي أي زيد، ننطق بالمدة والياء، ننطق بالمدة والياء ساكنة، أي زيد، أي زيد. هذه ما هي؟ السابعة. والثامنة وفي الندبة، وحر قلبا ممن قلبه شبم، وتستعمل ماذا؟ في الندبة. طيب هذه الأحرف كم هي؟ كم هي يا إخواني؟ ثمانية. ومن قال من النحويين إنها ستة، جعل الهمزة مقصورة وممدودة أداة واحدة، يقال تستعمل مقصورة وممدودة، وجعل أي مقصورة وممدودة كم؟ واحدة، فيصير المجموع كم؟ ستة. طيب من قال ثمان، من قال ثمان جعل الممدودة أداة والمقصورة أداة مستقلة. طيب ومن جعلهما واحدة وقال هما أداة واحدة تستعمل ممدودة ومقصورة، عدها ستا أحرف النداء. ويا يا هي أم الباب، يا هي أم الباب، لماذا؟ لأنها تختص بأحكام ليست لغيرها، تختص بأحكام ليست لغيرها، منها ما ذكره المصنف الشارح أنه ينادى بها القريب والبعيد، تستعمل لكل منادى، فتقول يا زيد إذا كان أمامك، وتقول يا زيد إذا كان ماذا؟ بعيدا، تستعمل للقريب وتستعمل للبعيد. وتختص هذه يا، تختص يا بنداء لفظ الجلالة الله، تختص بنداء لفظ الجلالة الله، فلا ينادى لفظ الجلالة الله إلا بيا خاصة، فلا يقال أي ولا يقال آ ولا يقال هيا ولا يقال أيا إلى آخره، لا ينادى لفظ الجلالة إلا بيا خاصة، واضح؟ فيقال يا الله، فيقال يا الله، ولا يقال أي الله أو هيا الله أو أيا الله إلى آخره. ومما تختص به يا أيضا، مما تختص به نداء ماذا؟ ها؟ ها؟ مما تختص به نداء ما فيه الألف واللام،
نداء ما فيه الألف واللام، يا أيها الرجل، يا أيها النبي، يا أيتها المرأة، هذا ينادى ماذا؟ بيا، ينادى بيا خاصة، يعني يا تختص بنداء أي، تختص بنداء أيها وأيتها، تختص بنداء ماذا؟ أيها وأيتها، فتقول يا أيها الرجل، يا أيها الولد، يا أيها العالم، يا أيها الطبيب، يا أيها القائم، وتقول يا أيتها المرأة، يا أيتها المسلمة، يا أيتها القائمة، إلى آخره. طيب، تختص بماذا يا إخواني؟ بنداء القريب والبعيد، وتختص بماذا؟ بنداء لفظ الجلالة، وتختص بنداء أيها وأيتها. طيب، ونداء الألف واللام سواء كان في لفظ الجلالة أو في غيره، في لفظ الجلالة أو في غيره، غيره مثل ماذا؟ ها؟ لا، نريد تدخل على اسم فيه الألف واللام مباشرة، مثل يا الله، اختص بنداء ما فيه الألف واللام، مثل لفظ الجلالة، ومثل لا أيها، هذه بابها ثاني، أيها وأيتها. قالوا إذا سمينا رجلا بجملة اسمية في أولها ألف ولام، إذا سمينا رجلا بجملة اسمية في أولها ألف ولام، مثل أن نسمي رجلا المنطلق زيد. ما يعرف المنطلق زيد؟ المنطلق مبتدأ، هكذا. لو قلت لك اعرب المنطلق زيد، المنطلق مبتدأ، وزيد ماذا؟ خبر. طيب، فلو سمينا رجلا بهذه الجملة، ما اسمك يا فلان؟ قال اسمي المنطلق زيد. كيف نناديه؟ يا المنطلق زيد. فقالوا يا أو ما فيه الألف واللام لا ينادى إلا في مسألتين، الذي فيه الألف واللام لا ينادى إلا في مسألتين. المسألة الأولى لفظ الجلالة يا الله، والمسألة الثانية المسمى بالجملة الإسمية التي في أولها الألف واللام. ذكر هذه الفائدة ابن هشام رحمه الله في شرح شذور الذهب. طيب، من يعيد علينا خصائص يا تختص بنداء القريب والبعيد؟ واحد، تختص بنداء ما فيه الألف واللام وهو لفظ الجلالة والجملة الإسمية المسمى بها، وتختص بنداء أيها وأيتها. طيب، وتختص بجواز استعمالها في الندبة، في جواز استعمالها في الندبة. طيب، هذه أربعة اختصاصات لياء. قال النحويون ولكون ياء أم الباب، فإذا حذف حرف النداء فلا يقدر غيرها، إذا حذف حرف النداء فلا يقدر غير يا. لماذا؟ لأنها أم الباب، مثل قول تعالى يوسف أعرض عن هذا، يوسف منادى، أين حرف النداء؟ محذوف، تقديره
يا يوسف. لماذا نقول يا ولا نقول أيوسف أو هيا يوسف؟ لأنها أم الباب، فإذا حذف حرف النداء فلا يقدر غير يا لأنها أم الباب، لأنها أم الباب. طيب، طيب إلى هنا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.